بالنسبه للعجينه ديال المسمن كنديروا جوج كيسان ديال الفورس سبيسيال ديال الكاس ديال العنبه وكاس واحد ديال الدقيق ديال الحرش وشويه الخميره شويه الملحه وواحد شويه تاع السنيده باش يعطينا شويه للكولوراسيون ملي كيطيب ما يجيش اللون ديالو ابيض حتى كاين بعض الدقيق البيض اللي ما كيبغيش يعطي اللون. دونك غنبداو العجينه. دونك ها هي العجينه غادي نغطيها بميكاس فيغزي مده واحد ربع ساعه حتى ترخف وعاد غنبغي نشتغل بها. اذا هذه هي العجينه ديال المسمن. دونك قطعناها هكا صغيره لان ملي غنبغيو نجبدو خاصها تكون رقيقه وما تكونش كبيره بزاف. دونك نخليهم مرخوفين واحد شويه وعاد غنكملو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المسمنات معمرين كيجيو صغيورين والورقه ديال المسمن كتكون رقيقه لدرجه انه كيجي بحال بسيطيلات معمرين. دونك الحاجه ديالنا فياش انني كناخذ غير شويه ديال الكفته تقريبا واحد نص ربع ديال الكفته لان انا الكميه اللي غادي ندير ليها قليله. كنزيد معاها واحد نص فلفله اللي هي خضراء. من الممكن انني ندير حتى الفلفله حمراء والبصله اللي كنشلضها وكنزيد معاها شويه ديال البزار شويه ديال الملحه وكنربيع وكنقلي هذا الشيء في زيت العود ولا عندكم حتى الزيتون مقطع داك الصغير حتى هو كتزيدوه. دونك هذا الشيء ما كيشدش الطياب بزاف يعني الدغيا كيزيد. اذا زدت عليهم شويه ديال القطعه ديال الفلفله الحمراء كذلك يعني غنزيد عليهم حتى شويه ديال لي شامبينيون فيغ اللي قطعتهم قطعات صغيورين. دونك نخلط هادشي ونتقلى غير واحد شويه. هادشي دغيا كيطيب لان الفلفله عرفتو دغيا دغيا مكتجبدش الطياب. كنت كذلك هي كتشم شويه ديال البزاز كتقلعها واحد شويه كطيب. دونك من بعد ما نطفي عليهم البوطه اذا من بعد ما طفيت عليهم البوطه زدت عليهم الفرنيسيل وغادي نخلط هكا. كاين اللي كيبغي الحار يمكن له انه يزيد عليهم شويه ديال الهريسه مازال انا غادي نزيدها. اذا انا زدت شويه الهريسه نبقى نخلط مزيان حتى تجانس هاد الخليط مع بعضياتو. وانا البوطه هي انا ديك الهريسه خاصها تخلط مزيان. اذا غادي نخلي هاد الخليط ديالي كيبرد وغادي ندوز العجين. ها هي المسمنة ديالنا كنورقوها رقيقة الجناب. هذا راه ما كيبغيش انها تكون ورقة العجينة تكون غليظة ما كيجيش زوين. كنديرو الخليط الوسط نوي هكا كنعاود هكا ندير هادي هنا ونقلب باش ما تجينيش جهه وحده رقيقه وجهه غليظه. ملي كنقلب عاد كنرجع هادي كنحطها. دونك نوريكم وحده اخرى. دائما ندهن بالزيت
بحال هادو كتحتاج بزاف في الفطار ديال شهر رمضان ولا من غير رمضان في الويكند كيجيو زوينين. تنطوي هكا تبع هادي هكا ندير هنا باش ما نعاودش هادي هكا غادي تجيني غليظه. لا كنزيد كنورقها مزيان ونقلب ونغطي بها الجهه الاخرى وندهنها ونحط فوالا نورق العجينه مزيان ونمشي بها في التوراخ. وانا مره كنورق صباعي غير بشويه لان العجينه دغيا تقدر تقطع ولكن انا كنورق غير بشويه وكندهن هكا بالزيت وندير التعميره ديالي ندير هكا شوفوا معايا مزيان كندير هذه هكا ولكن ملي كنبغي ندير اللور كنقلب هكا دونك ها هي هذا دائما نسرح ونقلب ونعاود نقلب وما حد انا كندير هكا وهي كطوع ليا في يديا هانتوما ما حدي انا كنسرح هكا وهي كتطلق ليا في يدي كنسرحها وكنقلب وهي كتسرح باش كتجيني مورقه ما تجينيش العجينه ديال المسمنه كي مثلا تكوني كتاكلوا فيها كتجي غليظه غليظه ما زويناش ما كتعجبنيش قد ما لقيتو انكم تورقوا العجينه كان احسن. دونك كندير هكا وما تخافوش من الدقيق لان دايره انا دايره شويه من الفورس ودايره شويه من داك السبيسيال راه مزيان داك سبيسيال. هما من بعد ما وجدتهم هما كتاملوا دابا غادي نديرهم في الفرن. داكشي اللي بقى ليا في المقله ديال الزيت ولا هذا عاود دهنته به من الفوق باش يعطي واحد لا كولوراسيون ودابا غنديرهم في الفران في درجه الحراره ديالو واحد 150 دغري يكون الفران مشعول من الفوق ومن التحت. دونك هما من بعد ما طابوا كيجيو مرطبين وعامرين مزيان. دونك كنتمنى انكم تجربوهم كنتمنى انهم يرقكم ميعادنا ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله دائما مع الجديد.